وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن هناك صحوة عامة للغاية لدى العديد من اللبنانيين ضد حزب الله والتدخل الإيراني في الدولة. وقال بنت خلال جلسة الحكومة الأسبوعية إن إيران وحزب الله يورطان دولة لبنان، وعلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل المسؤولية عما يجري في ساحتهما الخلفية. وأضاف أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق النار باتجاه أراضيها. هيئة البث الإسرائيلية مكان كانت نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي بأن إسرائيل أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال. وأشار المصدر الأمني إلى أن الوضع في لبنان مقلق، لافتا إلى أن هناك إدراكا أنه تم فتح جبهة على الحدود. كما أوضح المصدر أن إسرائيل لا نية لها في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان، وهي مستعدة لكافة السيناريوهات. وكشفت مكان أن حالة التأهب على امتداد الحدود مع لبنان مستمرة. من جهته هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بالرد على أي غارة إسرائيلية. أما البطريرك الماروني بشار الراعي فدعا الجيش اللبناني إلى منع إطلاق الصواريخ من أراضي لبنان، مضيفا أن لبنان لم يقرر الحرب مع إسرائيل ولا يريد أن يتورط في أعمال عسكرية تستدرج ردودا إسرائيلية. صحيح أن لبنان لم يوقع سلاما مع إسرائيل، لكن الصحيح أيضا أن لبنان لم يقرر الحرب معها، بل هو ملتزم رسميا بهدنة 1949، وهو حاليا في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية ويبحث عن الأمن والخروج من أزماته وعن النهوض من انهياره شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمال عسكرية تستدرج ردودا إسرائيلية هدامة. ومعنا من القدس مراسل العربية زياد حلبي، أهلا بك معنا زياد. وكيف تنظر إسرائيل لهذه التصريحات وللآراء المختلفة من داخل لبنان حول الرغبة وعدم الرغبة بأن يكون هناك أن تفتح جبهة من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل؟ طبعاً إسرائيل تتابع كل ما يجري على الساحة اللبنانية، أيضاً في إطار التباينات بين الفرقاء في لبنان، ولكن ذلك يعنيها بدرجة أقل. ما يعنيها في نهاية المطاف سلوك حزب الله العسكري، وهي عملياً تدرك بأنه يستطيع وبضغط من إيران أن يفتح ربما جبهة في أي لحظة، أو أن يدخل في مواجهة دعينا نقول لعدة أيام في أي لحظة، إن كان باستهداف جنود إسرائيليين انتقاما لمقتل ناشطيه في سوريا أو ردا على أي شيء آخر. وبالتالي المعطى بالنسبة لإسرائيل هو المعطى العسكري حاليا بالنسبة للمعادلة اللبنانية في مواجهة حزب الله. ولكن ما الذي يدور في إسرائيل حول عند القول بأن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بيتحملوا المسؤولية من إطلاق حزب الله لعملياته من الجنوب اللبناني، وبنفس الوقت هم يدركون أن لا قدرة أو الدولة اللبنانية أضعف من أن تسيطر على حزب الله، كيف بيتعاملوا مع هذا المنطق؟ إسرائيل تدرك تماما بأنه لا توجد سيطرة وسيادة لأي طرف حقيقة في لبنان، ولكن بناء على القانون الدولي هي تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عما يجري في أراضيها. باعتقادي بأن ذلك من باب الصياغات لا أكثر، لأنها تدرك بأن الأمر يختلف بالنسبة للمعادلة في لبنان، وهذا قد يبرر أيضا أي ردة فعل إسرائيلية ربما لاحقة كما رأينا في 2006 مثلا تحمل لبنان، لأنها ستقصف لبنان في نهاية المطاف وليس فقط حزب الله في لبنان. هل الحكومة الجديدة الإسرائيلية نفتالي بنت ويائر لبيد يشعرون بأنهم يخضعون لاختبارات كثيرة في هذه الفترة من جانب إيران أو من وكلاء إيران، وعليهم أن يكون هناك رد، ولا القرار في إسرائيل عدم الدخول في صراع جديد في المنطقة، يعني أن يكون هناك الردود بسيطة هنا وهناك وليس صراع حقيقي؟
إسرائيل تدرك بأن المواجهة الحقيقية هي مع إيران في نهاية المطاف، وهي تعتبر إيران التهديد الأخطر بالنسبة لها، وتريد أن تركز في هذا الإطار كما تدعي المصادر السياسية المطلعة في إسرائيل. ولهذا عمليا رأينا بأنها سارعت لاحتواء الموقف على جبهة لبنان، وإن كانت تدرك بأن الأمر يبقى هشا وقابلا للانكسار في أي لحظة. بهذا المعنى قد تضطر لمعالجة هذه الجبهة عسكريا في وقت قريب جدا. يعني إذا استمر الاستفزاز من الجنوب اللبناني ممكن إسرائيل تفتح معركة حقيقية؟ ستتجنب ذلك طالما استطاعت ذلك باعتقادي، بمعنى لن تسارع إلى هذا الموضوع، لأن تكلفة الحرب هي كبيرة جدا ومركبة جدا على هذه الجبهة بالذات، تختلف عن جبهة قطاع غزة اختلافا جوهريا. ولكن في نهاية المطاف أي تطور حدودي، يمكن أن يكون هناك مواجهة من يوم أو يومين، وأن يسقط صاروخ في كريات شمونة وأن يؤدي إلى قتل إسرائيليين مثلا، هذا يغير المعادلة فورا، وقد نذهب إلى مواجهة كبيرة. والعكس صحيح أيضا، يمكن لقذيفة إسرائيلية أن تسقط في منطقة مأهولة لبنانية وأن تندلع حرب. بس يبدو أن الطرفين عندهم حسابات دقيقة بحيث ما يكون في ضحايا مدنيين من أي طرف أو ضحايا بشرية من أي طرف، علشان ما يصير محرج أمام الرأي العام كيف بده يرد. زياد حلبي مراسل العربية من القدس، شكرا جزيلا لك.